الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. إلهي سبحانه وتعالى دمر قوح اسمه خاصة قوة إيمانك له ميزة يقيمة يقايا أبي أدوين وهك فهمك ابدا واجباتك الهي دشك صاري سبحانه وتعالى وهك فهمك ابدا قيمها الضمرك الله يا ليس ذا الهي امري سبحانه وتعالى اني كد ذالان حرشظ حجابك اي نرك اسلامك الهي اصغرت الماما يا ايوير يا ايها النبي نبي قانو قل لازواجك قبل هاك وحاك لحظة قل لازواجك وبناتك اي والنساء المؤمنين حاسسك قال هذا وعلى هذا شا قبلها هذا شيء وعلى هذا شا قبلها مؤمناتك اما ويلش مؤمنين تا قبلها اجوغ الضمان او امر سي وحل امري معها ولا ليال اني دي العقاتان وحل امري معها ولا ليال اني اسقاويان وحل امري معها اني تبرج اي بنام بحسميان وحل أمري معها إني كلاب يدا إيميلها أرصدك عياران لكن محل أمري يدنين عليهن من جلابيبهن إس أسطر أو إسخرية وهي قبله وحل قلت الماما وحقوق قال سنبي كمديهن إعدون كجوغة وعيابها آت كلو جعليها أي كمديهن إعدون كجوغة سئو صنن كستا سسهل أهلن سوصن نن كستا قعنت اوغو تاقين سيخوف كستا اوصن اوغو هنقل تاقين ايا وحا قالقا اي دايمن كا اي دعب كا ميل اسطران بالقليا سيدا درت الضمر كا اسلام كا وحا او الهي كشرفي اني جلابيب قاقان وحا او امري اني حجاب كا اسلام كا لبستان وحا او امري اني سن اسكردقين بضيع الرقيس اهورا ليا سيدا لفهمي كرمانتا وحد أركي ساقا وناشيب وحفي عن أمليين قابد رضي أي أمليين وحو ناكسن وحو الباء ورب إذن أمري قيمهينا كجرة ورشرفتينا كجرة قبلها مسلمات كويس حجابة وللهي كعبس ذي جلابي تقاتا وللهي كعبس ذي إس أسطرة وللهي كعبس ذي أمرك إلهي قاتا سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم لبا قولو ايا ايمان دونتا قدا شي بو يري لبا قولو ايا ايمان دونتا اخر الزمن كا هم كو وضعو كت الماما يضب حق درك الصعدة وعي وطان قرو مئي قلال ادمو دسين تلقضا اوكالي دبكي كو قراعان وحق نمي كو قراعان مقعود ومقعك مذا مقع يذا نار تسو نبي قلت الماما صلى الله عليه وسلم صبحي مركي روحيان عراء اللي كبحان مركي صوح راويان قلبتينا سقط يحنق اللي كسو النقضة سبحانه وتعالى قوم كاسي وقوم معروفه ليقانو قوم كاللباد رسولك وحجر والنساء والضمر كاسيات عاريات مائلات ومميلات سيد اللور دينا يا الله أركي قبل سيديد يتوبن جراء أو كلابك تمرايا سروال يفنان بيوتان إسلام نمي شيغانا يا أمد النبي محمد بي شيغانا يا صومالي نمي شيغانا يا إنا لله وإنا إليه راجعون وسيديد يتوبن جر واتضب يتوبن جر ووحك سير يوح مركاك وين وضمر برقبة حدنا قاوم بوير نبي صلى الله عليه وسلم نمعض اللي لبسيهين شكر ذيك قاويهين درجس كوذي إيا جسد كوذي إن عبانيان إن عنوي قريان قبل إيمان دون أي رسول كده صلى الله عليه وسلم ودر لأيهين أدنا در بي قبان درع بي وضطا صدر كذا لدريني كرا لصفين كرا عطان إيا مذو إيا قدود وحالا لوحا أويهي وحالا أركيا سلسلة إيا كثير نذا أحرم
ودمرنا عاس أهدبك أي إيلام أيغان حقيك إيليهين أمد إلي حين ينفر إلى سبحانه وتعالى وحيك اللي حين ين حق إي طاعة إي الدين تألي رقي مانت إنبضا دمر بافدني وحين كفدني أمرك ألي قاذا وايين وحي كفدني حجابك اللي بسوايين وحي كفدني عطر يبرفون أي بنانك لصوا بحين وحي كفدني هذا الججبا وآديات وجلعصن وحي كفدني وح الله الله وحي عذاب ألا اللي وهيلي لها سبحانه وتعالى دمروا إنبضا حشوضا وردمروا حقي طاعة ألك دلالة مجتمع دمر بالغ في رياء هدي هقاقان مجتمع وهقاقا دمركو هدي حماضا مجتمع انتي سكلوي حماضا معاوي ابن سفيان با من برك النبي كو يستاقي باشان بروكا دي دمركو قاتان بو قعنتكو قبتي وعير أهل المدينة آوي علي مديني وراء ودتك حق دتك قارسيناي وراء ودتك دينك إلهي دتك قارسيناي باشان مركي دمركو يشان أيا لهلاقا رسولكو نحديث أيوكو يري أدونكو ومعان يهي معانك عربك جعل صار لصعتان أدونكو عقاريهي عقارك أنا إندها جعل لبضب أدونك اللقسو كل مي إلهي خليف أيو إذنك قدقي أصغر ربئنو إيقا كيف تعملون ساطق عمل قبنيسان فاتقوا الدنيا واتقوا النساء وارك عبسد أدونك دمرك أنا كعبسد في النذو ذا آديات وقعب صدى ورقب قبت إنبضا أقريها قليا ورإنبضا أديد تبرج كي صفرك محرم لآنسا ورإنبضا هو أقلانين إني بنانك أصبحان أيغن حجابني ورعبضا هو أقلانين إني ميلا فسخيها آذان ورعبضا هو أقلانين وايو فيدن نتي أبوه ريسي إرير بن إسرائيل كبعضي دمر كي أغتمد ويستاويين سويكوين مانتي سوقاويين محلا أي سميستين سيدي كوين مانتا وسميين أروسي كعيارين سيدي كوين أغا عياران بران برئي وحان قيمة بطنين بيدين كدكتين سيب كوين الدين أغا دكتين إنبضا ولا ليال آذيات وحكمين نفتين إنبضا جلابيب تإسلام كقاطة ورآيات إلهي ومقال لذا مريس النقضة نقضة يدنين عليهن من جلابيبهن أو كرسيقان كفرسة يدنين عليهن من جلابيبهن أو بصرا عيسى يدنين عليهن من جلابيبهن أو فصل قليس كصوب عيسى يدنين عليهن من جلابيبهن لقرسنا أيو وأقل كيض الله سيك حينا أيو يدنين عليهن من جلابيبهن أو سوقا كأذيق نيس النقضة ولا ليال إن الله لا إنت كد ذاشان حجابك إله دنيهين كد ذالا ساد سوقا وسام بار نارت الذي كقا وينيا ساد دينة الله أن نعظم بي جنر إني نعيسى ساد عذابك ساد حمانت إيا فسقيق إيا قاوناشا وجعلاتان يا إبليس يا شيطان إذن جعلانا يا هديك لي رسولك إنت وحو كداري وإليه حقنا تطقيك إليا وارك ورم قبر زين له أو قروح له أنجل باب وذنن أفك قدود مرستي درع قفيفة كسعتا أم سروال يشاتي وضتا لا نقا انتي كسو بعد الرقصي نقنيا ولا ليا سو ما أركن تضبجر إني قدال إذن سو إيقيا سو ما أركن إني إذن فيرنيا وما إلات وي إليه ضدكين حقيك إليا ورسببها النقنين الرق إني عذاب قلان والسبب النقض الرجو إني هنونان مر الله الله مر كجلباب كذا إيه حجاب كذا إيه هنان كذا إيه طاعة اللي كده ذا اللي صلى أركو يي ملائكته كفر حظا حسنات لا قرا ربي جعل هذا شيطانك كعررا لكن كون ما أنت شيطان بصاحب لا والصاحب نمر الشيطان كجوي حريرك إلهي هجاجية سيدات درت أي رسولك أنت كدري واحد مودا مذا حودا رتيج جيلة أه إبادية هداك كرس كيسا أو كره أو إيلان والله إني جنة الله قلان إسكداي حتى عرفت إذ إلي ما ينبو الله صلى الله عليه وسلم ناقول بون جلبابا إني جنة الله قشداي حتى أذقي إذ إلي ميسو ناقتان حجابا هو يدكي ذوا جهنم في حجابك قادا ويسا ألا أبتي سعري كل هذا هاي في حجابك قادا ويسا وحاق حل الله قبقى يا عذابك مب الله الله مد حجابك قادا ويسا وحاق طعام الله قبقى يا ضريع يزقون يقيدها الله تلمامي سبحانه وتعالى وحل عبسيني ويدونك كعبيس شربوها لكن دمرك كلي
لكن دمرك كالي اي عذابك اللقالي اي الهي سبحانه وتعالى حجاب كيسي انكري او ديذي وحكي ماذي دي عان كاسا شراب لوغا ديغايا انا لله وانا اليه راجعون رسولك صلى الله عليه وسلم دمرك ان بضن ايو لهاد لي وحيابها او فري او امري وحاكمت ان حق اي وناقل قدرانه إن دينت إلهي تبني من لو آمنه إن رب سبحانه وتعالى لك عبصده خيرك إيا وناك إن آذي الله بصعده دمره إن الله إنت حجابيهن بخيري وناك دويهن إلهي إنت مركو شاقي أيو يري يدنين عليهن من جلابي بهن وحاد إسكسر رحسان برك جلابي بطلبه مقعابه موضي لذا ما أنت صبح إسك إلالية وحاد أركيسا قرآن حجاب أهين أو أي دمرك حجاب كتغنا أيام ويصحون إيسا ويحجاب انتهي حتى نقول لك إذا بنام ويصحتا ويحجاب انتهي أراد يدي ذا الأركاء ويصحتا ويحجاب انتهي برفو باكسو عرفايا ويصحتا ويحجاب انتهي سي شيغان إيسا حتى نقر كيبا كدقل حالة نوع سيينا دعين قبر والبأو إلهي أكثر سخير إيواناك ربطي طاعة ألك دذال وتجد النبي محمد إنه جن اللي هي قلي ميسو وتجد إنه اللي هي أرك ميسو أذوق يعرفك جنة تضشم بقل أصنع ما الله صعد لك عرفيا جنة انت سواقي مهين إيقايهين دمرك ما تقرب أولينا يا وحي كد ذالي أي أولينا يا وعيتها حقوقات كيني أن نصي وردي إله إسلام كادقود دي بعبدين وردي لا إله إلا الله ورهضا وأيتهاي ورهدي محمد الرسول الله أذن كتجين مركز تحي على الصلاة أضم قشات صلقك استاجيس ورمر الله لما مركز صوب عيسى هدات جلباب يحجاب كصوب عيسى هدي برج الله وجو أسطرة أضيع عقيل الله أمر إنه بنان ككسو كسبو مل الله لما يشو جلي كرو حلال أو قالو قشن كلا قاضا يهدو كا قاضو بنان كلجو جيو وحاطم باهنتاي أو كلام حواي ورحقوقات كدمر بيرادين ينعي ما إن لقاوية ما إن عفز لفديسية ما إن أسوى قلاء ما إن إسروال قاضتا ما إن مصر كإسكدك تيتمه إذا بنانك كإنتا حقوقات كإذادنا ينوى إنتا ورحقوقات كألا إذن سي مؤكته المرهر إن لذين آسي جري ورقبر والبودع ذا قبرنا ماشا فديسا قارتا وحلق أيومه إعيالك أيسو كعيان إنت قد لذين قضى لذين كدوغ جري إلى عباديه سبحانه وتعالى وإذا بشر أحدهم بالأنفى ظل وجهه مسودا وهو كظيم هذه قبر لا طل وحمانا يي وجهي سمذوبانا يي قبر لا طل وحد مودا تطبات العنظات إني وجهك كسار انتهي ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به بنانك مصوبحا يوايا قبر بالله علي وحيدينك قدندرنا مجري وحيدينك قفول حما مجري والايا أبيه قدلي هدو رقا اسكاقاريو أبيه قدلي هدو اسكاقاريا ددك هدو سن أخيارت سو أكفدي سنين هدو سن ددك أخيارت أك إمانين يتوارى وقومنايا وإسقرنايا حمانتي لوغو بشاري لبا مدبي أهانجرتي أيمسكه على هون أم يدسه في التراب إنو عيد إساق دوغو وحان حنيق شي إنو عرض إساق آسا أيضو النول إنتا كبعد أمس إنو إسقايستو إهانو إيدل أساقون هذا الكيس اللقاذيني لبا ضامد أي أهانجرتي بويري إلى سبحانه وتعالى دل نذا الله طلي أيو ديدي هاي أيضو الربا إنو حبالها إساق آسو قاربا لطماما إنتي أسو قبيين أي در أسو لبسين أي ذهب أسو قليين قدنا أي أسو قضين ووضع قركي عيدة كتر تريسا أي ليذا هاي آبي آبي أسنو حقوضا إنو قدك كريد لا إله إلا الله لحاسا الله إذن كبد بالي سبحانه وتعالى سروالا قيل نيسا او حضو الله لين نيسا إن حفيس لين فريسيو وحضو الله لين نيسا إن ترك لين كبيرو وحضو الله لين نيسا إن البحثان حالة الصدا ما أهوالا ليال حياتنا حياتا كدام بيسا آبه آبه ويترتريسا عربي قدكو قذاي يا قركو قطالة
aabe aabe ayada lagu qabanaya markaasuu ku tuuraya, markaasuu godkii ku ridaya, sayxadeedii qayladeedii oo hinteeda la maqla, laa ilaaha ila allah. xaaladdaasaa ilaahay idinka soo koriyey subxaana watacaala. وإذا الموءودة سئلت في حبالها الله حبالي أي لسؤال يا بويري إلهي سبحانه وتعالى مرك لسؤال قبرني نلش اللي قد دوغي آوي كي دوغي وركي لغا قردرنا هدي محكمة الله ساري كي قردرنا كورما سيحة لدي سنقنيسا انت قور قور دي جلابيب تتشوال عليا وحن آدو قد ديغي قبا حجابك موضي لذا وطا إلهي كعب صد سبحانه وتعالى وحجابك راسك وحجابك كذا وحجابك كذا وحلا ضها مجري حجاب وحجابك الله سودجي سبحانه وتعالى حجاب وامدك أسطرة حجاب وامدك أنكرك لك أركن حجاب وامدك أنكو قد جنين حجاب وامد قفيف أهين حجاب وامد أنكرك قال ضه أكين حجاب وامد عطر يبرفون لهين حجاب وامد إلهي وكت المامي ويري ذلك أدنى أي عرفنا تاسا وقد لو إلا أقوان صدو إني قبر مسلمات أهباي إني قبر حرائر أحر أهباي إني قبر إلهي جعلتهاي جلباب كان لغو أقوان صدا جلباب كان لغو يقانا جلباب كان لغو أقوان صدا أو لغو فهما ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما إلهي وألا الدنب الأفضل وما حريص بضن ما حال الله بضى الله ضبا ديكي ما حال آيات الله بضى الله قطمي وقطم آدي ضقيم بضن وكان الله غفورا الله وادن بداف بضن ناك الله ناك تان حجابا وأنجر كيدا قرين وسروال أما درع قفيفة أما مرق يرى قربك صارت بنانك كبعضا هدي توبك انت ساعدا أنجوغنو أي دوار لها آدو در حق بضن أو علص أو شروطا حجابك وطأي لبزتو إلهي وادن بداف بضن سبحانه وتعالى لديه ما يلبا تنصنا إصد تنصنا جلباب لأنسوق جوكتي كا أقبل ما يحاشا الله إلهي ما سبحانه وتعالى دنبه نعف وانا نعفيا وكان الله غفورا رحيما وألا نحارس بلا قدبك أن حجاب قوضن أن كسود الدجين عذابك سبحانه وتعالى ودجيدا أيضا لقاويه أيضا حمان لقجيرو أيضا دينتي إلهي لقتهي أيضا حقي وناك أن لقسعنين يوصل هذا عقابك أن كسود الدجينين ورقجابك وقرح دينين ناق والباء سيء حجابتا نارت اللوغ حجابا قبر والبا سيء حجابتا إلهي حمانتا أغا حجابا قبر والبا سيء ربي أغا عبستا عذابك اللوغا إلاليا قبر والبا سيء إلهي طاعدي سيدين تيسا أقاضتا جنة الله أهشا سبحانه وتعالى ذا درتي بارقا إنبضا احتراما وناقنا أي أهيان قبها جلبابا مد درع قفيف كورتا كراها أن لغو سعن كرين صغشتي أدنو دأفكي ذا وحال لديه كرين سلي وحديك سارا أوكالي بنانك مركي كسر مري سبل يرضى قبلك من ولا ليال وي ظلميان وي عايان دقع بالك الدبطورة قربة وفورية حجاب قادي بنانك اللي بسوى الله قيمين يا صاد الله قيمي صاد الله قيمين يا صاد الله قعب ستال لك قعب سنيا صاد الله قد وقد واتا خيرك ولا قلق قسر دوين يا حال ذا النوع سأدي هلو قد ذالو ربنا الله قبق سبحانه وتعالى تعالى إلهي أصدق النوت الماما يحجاب كي قايه سا إيا قبرنا مسلمات داصل اللو قبا أيا إني رق أجانب تأغ حجابته وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحاد كل هذا قبها مؤمنات كأه إي إيمان كلي إندهين الله سيده ذو الله والحبن كي نطرن كإلالي كده سيء إلالي ينبضي إلى سبحانه وتعالى إندهين الله ويلابي دونان صوبت وحيتاي حضل الله أمر الله بيرابينيا ويحفظن فروجهن كده فرجيال كينا إلالي سيء إلالي ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها عوراتينا هموجنين وربنانك هصوديقين إلا انت موقت ماهاني war inta muuqata maahane qolaa waxay tiri inta muuqata waxaa loo la jeedaa gabadhii jilbaabnay oo xijaabnay oo ayadoo dhan aan la arkin ayaa fiicneed in la sii qariyo haddana laakiin ma qarsoomaysa soo maaha
sidaa ha ku socoto wa waxay dabayli timaaday kor u qaado wa wajiga iyo gacmaha qofba meel unbuu ku tuuray xaaladda walaalayaal aad iyo aad ugu dadaala cawraadkiina ha muujinina ilaa inta muuqata maahane sida xayawaanka oo kalay bannaanka u maraan maanta walaqad karamnaa bani aadam وحملناهم في البر والبحر بني آدم وان كرامينه بحرك إيا برغان كوحن باري بودا إلهي وان أرزغني طيبات كي شي يالك في عفيعان أيام وحكا أرزغني وحان كفضلني وحبضا ووحان خلقني كمبعا ورحي وان كفيري ولا ليا أيام وحورات كود في ذيبي بنان كبحان محي طانتا قبرد قعنتي ذا بنان كصوت اكتري ذا بنان كمريسا محي طانتا مد صدري ذي لابتي ذا فرتي إريد bannaanka maraysa maxay taantaa mid lugaheeda ciise shayaalkeeda iyo luga dheertooda dhammaan bannaanka dhigay rida bannaanka maraysa aaway karaamadii aaway sharaftii aaway qiimihii aaway wanaagii aaway sharaftii ii ilaah subxaana wa tacaala u sameeyey intaasoo dhan dumarka maanta way dayaceen walaalayaal ha dayaceena wallaahi waa laydinkaga sheekaysanayaa in badan heblaayaan arkay heblaayaan saa yeelay heblaayay saa noqotay subxaana allah sidaa darteed dumarka bacdamu ilaahay dhayman wax ka qaalisan ka dhigay waxay iska dhigeen qashin qubka wax yaala maanta waxay iska dhigeen qashin qubka wax yaala maxay diinta islaamka u tiri nin allaalla nin ka raba inuu gabar guursado ha iska soo eego waa qarnaashay qarsoonaayeen waa faa'idadii qiimaha ilaahay siiyey laakiin maanta wuxuu leeyahay maxaanka eegaa waaba aqaanaaye maxaa ka fiiriyaa waaba ujeedaaye erinkaa is yeelay haddaad isqarisaan oo daacada alla ku dadaashaan alla darti aad u xijaabataan wax badan oo khayra idiin hagaagaaya wax badan oo sharana ilaahay wuu idinka badbaadinaya subxaana wa tacaala bacdamay xaaladdu sidaa tahay walaalayaal ilaahay asagoo sii tilmaamahaya ayuu yidhi cawraadkiina ha muujinina ilaa maa dahara minhaa walyadribna bikhumuriinna khumurtu waa dharka waaweyn waa jalaabiibtii marooyinka culculus war kor ku soo tuura garbihiina ku daboola waxaad ku soo qarisaan jasadkiina oo dhan buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala kor intaad ka keentaan hoos ha soo aado idinkoo dhan ha idin qariyo ha noqoto wax jasadkiinoo dhan kala gaarayo waasic idin ah walyadribna bikhumuurihinna calaa juyuubihinna caaisha waxay tiri nicma nisaa nisaau lansaar naagaha reer madiina wallaahi dumar bay ku badnaayeen markuu alla soo dejiyey walyadribna bikhumuurihinna calaa juyuubihinna maryihii haysteen bay isku toltoleen maro weyn baa ka soo baxday maalintaa wixii ka dambeeyey hal gabar oo toodaa jasadkeeda lama arkin walaalayaal haltooda ah oo ayay ka mid ah maalintay aayaddaa soo degtay qaaraa habeenkii dhaqda oo subaxii ku soo labista qaaraa habeenkii dhaqanaaya halkaabaa lagu soo aadayaa suuqa oo lagu aadayaa meeshay u baahayaanin iyo muxaadaraadka masaajidada wax kaloo u dambeeya malaha gacantooda lama arkin dumar baa soo xaadiraya salaadda subax nebiga way laabanahayeen ayagoo ku duuduuban muruuqii iyo go'ahooda aan la aqoonsanaynin mid ka mida sida xadiis tilmaamay armaajooyin baa idin buuxa sanduuqyaa idin buuxa iyo boorsooyin saa darteed bax fiiri ta ugu fiican ee ugu wanaagsanee ugu xijaab fiican yaa laga yaabaa qayb ka mida in laga arko aaway dharkaa ilaah sow naguma cadaabaayo suuta rasuulku tilmaamay sallallahu calayhi wasallam nimcadii allay hugan yihiin shukrigana way ka qaawan yihiin inay amarka alla qaataan bay ka qaawan yihiin inay dharkaa boorsooyinka ugu jiray labistaan bay ka qaawan yihiin xaaladdu yaysan sidaa noqonin gabar walboo bannaanka u baxda shaytaan ayaa badeeca geysta gabar walboo bannaanka baxaysay khayrkii wanaagga ku dadaal weligaana ha bixin oo ha u tabarujin sida ay jaahiliga bannaanka u baxaan oo kale xaaladdaasuu ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala dumarkii saasay markaa ahaayeenoo rabbi amray inay jaqumurtooda isku duuduubaan oo ay jarbaha iyo madaxa iyo jasadka oo dhan markaa ay ku daboolaan ha u muujinina cawraadkiina ilaa ragga idin qaba maahane ama aabbayaalkii idin dhalay maahane ama ragga idin qaba aabbayaalkood maahane wuxulada iyo ragga idin qaba aabbayaalkood maahane wiilashii idinka aad dhasheen maahane
رجع إلين قبوي لش أي دلنا يدمر كلا صار دلنا ويا محرم كاجي ويا أسرع ما هن ولا لها إذن لا شيء ما هن بويري إلى سبحانه وتعالى وويلش ولا لهن أ ويلش ولا لهن أ ويلش أي دلنا وقوة إدوين كوتين جمتها إذن كإذن لا شيء ويلش أي دلنا وقوة أخبار ريال كوي أتين على داسو إلى تلمام يا سبحانه وتعالى أو بني أخواتهن أو نسائهن قبها أب مسلمات كإسلتهن ماهن انت كبنا شرفتك الرادين يسال معيته حتى كافر رد خنزير كعنطا اي خمر رد عبتا اي ان ربي أقوان جسدين اللوديدية سل إلهي إلين قيمي سبحانه وتعالى قبر إيمان كل له قبر أمانة كل حيثة قبر حجاب كل وضطة قبر كوكو أك سجودة قبر قرآن كوكو أك ريسة قبر نوع أسه ماهن انت كالحطا إسك إيرانية ويقيمة كليذين ألا أكتيسة شرف أيات كليذين ألا أكتيسة ألا أكتيسة أحكام تنبو إذن كقسو الدجينية حالدها وعيت الماما يان ولا ليال إن الآدية الدلاشان ألا نكعب ستان أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء عيال يرير أو أنك لقرنين عورات كالضمر كأ انت أبو إله تلمام سبحانه وتعالى ولو الذي أجيء مركي حجاب كأجل الشيء الله حفظي الله إلى ليا صعد كأجل كنت روليا والله يضربن بأرجلهن لقينا ذلك هكو جراعنا كبعد مدرسي الضمير قول كيس مركي صعنا يسقبنا ذلك وكرعه ييستان مانها سيدرت بالله وشان قرينا يا نقول بضبط سدحادي أفراد صارن داقط وصفر سوقو إيجو حال الله حسمينينا قاب في عن أسعد ولا ليال حركات كفوش عن إسكدايا وعياب فربضن الرب سبحانه وتعالى كتاب في سوكو إنكر إسكا إيرالية ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن سلو أقاذ وحا إذن قرصن أزين ذينها وطوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ليبان حجابك جرا إن الليبان تان قركا ملابستي كجرتا إن الليس حجاب تان بي الليبان تو كجرتا آديال هلو دلالو ربنا هلا قبقو خيركي وناقنا هلا قصعدو دمر ودمر في عن نقضة وردمر نوريقا هل نقنينا وردمر درع قفيفة نوقاتا هل نقنينا درع دمر امتقانا قنوين يساكوين نو لبستها هل نقنينا دمر نو حجابا او نو أسطرا او نو أخلاق له او نو آذاب له او نو إيمان له او أنقر يلقيل اللهين كتربية النقضة تاسا الله سبحانه وتعالى إذن كونا جينا خير فربضنا الله إذن كسين سبحانه وتعالى شرف إيواناقنا أتكو قاريسان الدنيا آخرة بعدني حالت صداتها يقف والبا إيا قبر والبا أذنك إذن كمتها أغاتو حجابك إنو واجبك يهي سجال سنو أيا وقفي عمدا لإله ذا إلا قب الله وقبدا ولو هد أي جراء قبدا كسي يرير سجال أوه يدي جلباب انتهي محاضرة مصوصة عطا قعمتي وقسر لقنتهي تيضا ير أيدو جلبابا ووحادي الله وفرحه ووح إلهي الله ومخضي سبحانه وتعالى دمركو اسمه مدماء قارب آديات وقل الآيات كألة قارب آديات وقد ذالة يا آيات كألة سبحانه وتعالى قار أي آديات أجع المحور ربي رسولنا يري صلى الله عليه وسلم سيحفظين با الله وحفظ يا آيات كألة حديث النبي سي خير كي وناد وقد ذالة با إلهي الدنود وقد ذالة يا سبحانه وتعالى آديات الدلالة ودوك وميل قابا ولا ليال هذا ما أنت إسقاب سنارتنا لقوق قوية إلهي سبحانه وتعالى كل نوعه بحولها نارت لقاقات لقم هو يقاقي قرية وحقي مضبا معها أدونك ووحق فيفا أدونك ووحير أدونك وميل قابا أدونك ميل بوك إقيهي ولا ليال وآدي الدلالة إلهي كعب صدى خيرك وناكها كدن عمرنا رسولك إننا جعلاده أمرك سفولية صلى الله عليه وسلم رسولك إنها دن عمرنا آدي القدرية وإن بضنبو إذن قدرية قدرية وإن بضنبو إذن شرفة شرفة حجابك وحاهوس إمانا يحشوتك هدى الحجاب أنت وضن حشوت لهين ننك استاذ قعنت اللي قليسو كهيلبك قدنا اللقاء إلي كيرين كيا يدا قدنا أطحتاق انتهي ككالان أطقعنت اللي آذي ستالفتك إذن حجاب معها حجابك حشمت بوليه ولا ليال شرف أيوليه ولا ليال شرفتي سوها قاجية هنقونين تسوق إسكريم فعنا هنقونين تس
suuqa ku buuqa, ha noqonaynta suuqa waxay doonaan ku sameeya. Xaaladaha noocaas aad iyo aad isaga ilaaliya, waayo Rabbi subxaana wa tacaala khayrka iyo wanaagga iyo xushmadda dumarka xijaabkaasuu ilaahay dhex dhigay subxaana wa tacaala. Gabadhii xijaabata allaagtiisa sabii wanaag ku leh, taan xijaabanana saan tilmaanay dheecaan naareed waa cadaabki waa cabitaankeeda, zaquume iyo geedka bariicna waa tacaankeeda, kor iyo hoos iyo dhinac walbana waa naar. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay adduunku inuu wax yar yahay. cadaabka xijaabka rabbi idin amray oo aad qaadataan, haddii kulayl waaye iyo waxaa aad dhahdaanna naaru jahannama ashaddu xara low kaanuu yafqahuun, kuwa wax fahmaya haddayin jahannama ka canuun badan buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala. wa kaana allaahu ghafuuran raxiima, waxay tilmaamaysaa xijaabku inuu yahay raxmad, inuu yahay qabow, inuu yahay khayr, inuu yahay nimco, inuu yahay sharaf, inuu yahay wax aad iyo aad u qiimo badan. xaaladaha saasii markay u jiraan, waxaad u qololaysaan oo aad u dadaashaan ha noqoto sidii xijaabka loo qaadan lahaa ee dalaal ha u noqonina. yuusan noqonin inaad madaxowdaan, yuusan noqonin in wax kale lagu tilmaamo, ayuusan noqonin in dharkaa lagaa dhigo. wallaahi gabdhaha gaalada gobol ka mid ah ayaa waxaa laga soo tabinayaa low nala xijaabi lahaa, qaar baa laga soo tabinaya low guryaha nala fadhiisin lahaa, qaar baa laga soo tabinaya low raggeena ay bannaanka nooga soo shaqayn lahaayeen, qaar baa laga soo tabinaya oo laga soo warinaya low ilaahay subxaana wa tacaala sida gabdhaha muslimaadka ah khayrkan iyo wanaaggan uu u amray ayagana saasoo kale loo amri lahaa. laakiin aawayhe aaway kuweeni, xaaladaasaa loo hanqaltaagayaa. marka dawaarka la aadaayo ee dharka lasoo tolanayo harqaalaha, gabdhaha gaalada goonadu say u tashaan meesha u yaala, waxaad arkaysaa gabar fadhisa oo saa u baarbaaraysa, gabar u tolan oo gabdhaha nooca intaqaana diinkan haysanin ah habkay u tolatay, say u labisatay u labisanayaan, say u tolatay u tolanayaan, wiilasheena saytan u jaratay u jaranayaan. xaaladahaasoo dhan baa la samaynayaa. bacdanay xaaladdu saa tahay, rabbi ha laga baqo, khayrkii wanaaggana ha lagu dadaalo. ilaahay subxaana wa tacaala wuu noo karaamaynayaa, waana noo nimcaynayaa dumarkeena hadday noo wada xijaabtaan, xishoodkan ay ku dadaalaan, saxyaha iyo sariigtana ee sidii loogu talagalay ay ula yimaadaan, rabbina suu amray ay markaa ula socdaan. intaa wixii ka dambeeya ayuu rabbi yidhi, waqarna fii buyuutikunna, guryihiina iska fadhiya waa sida ugu qiimaha badan. hadday damacdo ama si arrin timaado, waxaa loo baahday inay dan yeelato, waxaa loo baahday inay muxaadaro aado, inay suuq ka soo adeegato, wixii markaa la mid ah, markaasna bannaanka u soo bixina sida ay jaahiliga u soo baxaan oo kale buu rabbi yidhi. salaada ooga, sakada hagaajiyo bixiya, rabbi ateeca, rasuul ateeca, ilaahay khayr iyo wanaag ayuu idin siinaya subxaana wa tacaala. dardaarankeena wuxuu noqonayaa xijaabkii janaabiibta in aad iyo aad loogu dadaalo, rabbina laga baqo subxaana wa tacaala. gabdhaha muslimaadka ah waxaan rabbi uga baryayaa khayrkii wanaag inuu ilaahay waafajiyo, inuu ilaahay jeclaysiiyo xijaabka, xishoodka, tabarujka, inuu rabbi ka ilaaliyo safarka maxram la'aanta, inuu ilaahay ka celiyo subxaana wa tacaala, inay noqdaan gabdha khayrkii wanaagay ku dadaaleen, ilaahay subxaana wa tacaala la hortagaa, ka bacdina jannooyinkiisa qiimaha badan ilaahay kuu abaalmariyo subxaana wa tacaala. wax badan baan ilaahay ka baryaa, inta xanuunsan caafimaad qaami inuu ilaahay siiyo, inta murugaysan inuu ilaahay murugta ka qaado subxaana wa tacaala, inta mudaan leh muraadkooda oo khayr ah inuu ilaahay u sakhira subxaana wa tacaala. saan khayrkan iyo wanaaggan ugu kulanay ilaahay jannooyinkiisa firdowsa naciima iyo meelaha la midka ah rabbi ha nagu kulmiyo. allahuma aamiin, allahuma